Salat istikharah adalah upaya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pilihan terbaik kepada kita akan hal-hal yang memang kita punya hak untuk memilih antara mengerjakan dan meninggalkan. Seperti pekerjaan, misalnya kita diperbolehkan bekerja sebagai pedagang, petani, pengusaha, dan sebagainya. Jumlah rakaat salat istikharah adalah 2 rakaat. Adapun waktunya bisa dikerjakan siang ataupun malam hari. Bisa dikerjakan satu atau berulang kali sampai hatinya mantap. Untuk niat dan caranya, kita lihat video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin. Wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Usalli sunnatal istikharati rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi kathira. Wasubhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fadara as-samawati wal-ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.